أخبار اليوم. تهنئة من القلب فعلا، وأتمنى أنهم يكونوا على قدر المسؤولية، وأتمنى أن الفترة الجاية تكون فترة بناء لأخبار اليوم. إحنا خلاص العهود اللي فاتت راحت وخلاص، وحاسبنا اللي كان يستحق المحاسبة. العهود اللي جاية عهود بناء، وأعتقد أن عندنا إدارة متفتحة لهذا البناء ومد إيديها للناس أنها تشارك معاه في البناء.